لقيت ايه؟ انا بعمل شوبينج لقيت عنب نباتي. بناتي هو اسمه عايز اسمه عنب يعني؟ بناتي او فده الباوند ب 199. فده نادر ما بتلاقوه يا جماعه هنا. لا اللي هو بناتي سميه بناتي. ده كمان انا جربته في مره حلو. انا ما اعرفش هو بيسموه زي الحرنقش بس ده طعمه حلو. متقصص كده. بص اوريهم انت جايب ايه هنا. بلح بلح 299 باوند. انا كنت جايباه اول ما بدا نزل ب 8 دولار فهنا ب 299. في لوتي يا جماعه اللي عنده عايز يروح لوتي يروح لوتي. تشيبه وقصب بشراشيبه على راي هاني. ما هو موجود القصب هنا. انت عامل عليه بجديد ليه؟ الشراشيب ايه هو عشان ما شافش الشراشيب ب 3 دولار لحد القصب. والدوره اهو يا جماعه ب 299 بدولار. وفي نوع البلح هناك هو الناس واقفه عليه ب 299. ده اللي استفندي اللي زي بتاعنا بتاع مصر. ده اللي هو اسمه الميديترين ده بس ما تفر اسمه بقى احنا هنوجع قلبنا. هو يقعدوا ما تدققش معايا. انا ممكن اجيب خوخ بس يعني ايه محدش بياكله في البيت غيري والله. لا ده بلم مش بلح. لو بلح احمر هنا هتلاقيني واقفه كده جنبك. بس انا قلت اصور لكم حاجه. ده اول مره يعني ايه لقي حاجات عربي. اي محل كوري هنا هتلاقي. فهرجع لكم تاني. برضو من ضمن الحاجات الغريبه اللي احنا شفناها باتشين كان ابيض. لا بس انا صغره ده ابيض ب 3 دولار ب 4 دولار الباوند. عشان هاني بيتضايق مني لما بقول 3 دولار. احنا ده بعيد قوي عن البيت فاحنا نادرا ما بنجيه. لا دي حاجه كوري مالكش دعوه بيها خالص. ف ده جروسري جوافه في الجوافه. ادي مش حلوه دي. ماكاسكو بيجيب الجوافه. هاني عايش شويه. هاني عايش شويه. وفي جوافه دي ايوه بس بتجيبها بتبقى بتستوي. في كمان دي بينك من جوه. لا بس في نوع تاني جوافه اللي هو هناك ده بيبقى معمول تسيبها شويه. في نوع جوافه جوافه منها بتسيبه بتبقى كويسه. ممكن تصدقني والله ممكن تصدقني يعني حاسب كده عشان انت ايه جننت. هورنا ورقه اهي. تعالى كده اوريك الجوافه اللي بقى. دي مش انا مش قصدي على دي. في نوع زي ده كده بيتكتب عليه جوافه في نفس الورق يا دين امي. في نفس الورقه دي في جلوبال مش هنا. جبتها مره او مرتين وما جتش تاني. ما تخنقنيش عشان انا امي ما خلفتش غيري. اقعد ساكت بقى. فادي ماريان بتجيب التين الشوك. خلي بالك عشان في حاجه هو بايظ. هو بايظ كله بايظ على فكره. حتى انا التين الشوك اهو من غير جلافز ولا من غير ايه. طب دي نفتكر سفره ولا ميته؟ لا دي هتبقى حمرا من جوه. على فكره حمرا من جوه. جميله جميل التين ده. متاكد ما يغركيش المنظر من الجلده من بره بس هو من جوه حلو. ما هو انا اللي بنقي عشان انا عارفاك. كل حاجه مصريه موجوده عشان ما حدش ولا حاجه. كل حاجه عربيه لان ايه نعمم بقى. عشان امي ما تقولش ايه. امي بتجيب لي كمون وجامد. احنا عندنا كل حاجه هنا. راحه بلد بس ما فيش الجوافه. الجوافه البيضه بتاعتنا صدق دي. دي لو حد جاي من مصر يا جماعه يبعت لي كرتونه. يبعت لنا كرتونه الجوافه بالذمه. انا عندي حد جاي من مصر والله. لو حد جاي من مصر قولوا لي.